كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. يا رئيس ينسكول الشيطان في حروبه. تنظموا هذه الوقفة هذه تزامنا مع الدورة اللي بيكون فيها تداول حسب البلان داميناجمون. هذا البلان داميناجمون اللي غادي يوقف الحركة ديال المدينة، وهذا البلان كما تنقول اللي كان بيكون قاطرة ديال التنمية الاقتصادية للبلاد، فهو بلان اللي غادي يوقف الحركة في هذه البلاد هذه، لأنه البلان اللي ما فيه لا جزيئات لا مناطق صناعية، ما فيهش شي أمل لهذه البلاد هذه. هذا البلان هذا حنا ضده كامل تقريبا. رجعوا للار بلس ان، ما كاينش شي مدينة في المغرب ار بلس ان، راه ما عندناش العقارات بعينك عليهم يمشوا بالمدينة تكون ار بلس 3 ار بلس 5، هذه الأولى. بالنسبه للوعاءات العقاريه تنشوفوا بلا ما الاغلب ديال الوعاءات العقاريه بيديروها فقط للسياحه، راه كوفيد راه بين انه السياحه راه ماشي شي حاجه اللي ممكن نعولوا عليها، نشوفوا لنا شي بديل اخر. صراحه اليوم احنا في وقفه احتجاجيه امام يعني مجلس بلدي اللي كيصادف يعني واحد الدوره اللي غادي يكون فيها المناقشه ديال تصميم التهيئه. اكيد ان التصميم ديال التهيئه يعني او المشروع ديالو خرج يعني خرج عوج بهذا المفهوم هذا، ويعني الساكنه ما قبلاش به، وما يمكنش اننا نقبلوه بواحد تصميم تهيئه اللي غادي يرهن المدينه لسنوات اكثر من 10 سنوات ولو ان المده ديالو 10 سنين. بالنسبه لتصميم التهيئه جاء كيجي هاد السنه او المشروع باش يجهز على يعني مجموعه من الاراضي ومجموعه من العقارات ديال الساكنه، وكيرهن المدينه انها ما عمرها تزاد فيها حتى شي حاجه. الى بغيت نفصل، اولا كاين مجموعه من الاراضي لا في الديابات ولا الغزوه ولا وسن ولا مجموعه من يعني العقارات اللي تم الاجهاز عليها في الوقت اللي انه كاين بدائل ديال اراضي ديال 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 الدومين. اننا الوقت اللي حسنا نتوسعوا يعني عموديا كنوليو في ار بلس ان اللي ما كاينه حتى في شي مدينه، ولا اعتقد انها كاينه في شي دوله في العالم. يعني هذا الامر هذا ما يمكنش اننا نقبلوه به كساكنه، لا يعني ما يمكنش اننا يعني هذا المشروع هذا انه يدوز. الان حنا اليوم كنحتجوا امام المجلس البلدي بمناسبه ديال هذه الدوره اللي كتواجد فيها كذلك الوكاله وكيتواجد فيها يعني ممثلين ديال السلطه، ولكن اكيد ان النقل ديال هذه المعارك عادي يكون امام الوكاله وعادي يكون امام العماله، لان هذه الامور هذه ما يمكنش اننا نقبلوا بمشروع ديال تصميم تهيئه اللي هو كارثي وعيجهز وعيرهن مدينه صويره. جينا في وقفه احتجاجيه احتجاجا على هذا المشروع ديال تصميم التهيئه اللي انا يعني جا باش يكمل على ما تبقى في مدينه الصويره. يعني المواطن الصويري المقهور ما عندوش فين يقرا، ما عندوش دواء، دابا ما عندوش حتى فين يسكن. يعني هذا التصميم هذا جا باش يكمل على كل شيء، اضافه للجميع. دابا حنا بينا يعني كل شيء ما هو سياحي، وحنا صامدون لغايه تحقيق مطلب الناس ديال الصويره الا هو الحق في السكن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.